وسهلا فيكم. لهذا الجزء، الجزء الرابع لهذه السلسلة والجزء الأخير في نفس الوقت. نعم، كتبت جمل بالجمع هلا لكل الحالات، وممكن تحفظوا هذه الجمل مشان تعرفوا التصريف، تصريف الأداة، يعني أداة التعريف وتصريف الصفات بشكل جيد جدا أو ممتاز. نعم، دي بلورال بنشوف. Das sind neue Schuhe. يعني هذاك حذاء جديدة. نعم، هلا ممكن تقولوا ليش ما في عين هون؟ كان في أول فيديو، في ثاني فيديو، في ثالث كان في عين، لأنه هذا جمع، عين مفرد، عين واحد فقط، واحد بس جمع، ما في عين. Das sind neue Schuhe أو die alten Schuhe، الحذاء القديمة خربانين، sind kaputt، منزورين. Ich brauche neue Schuhe. أنا في حاجة إلى حذاء جديدة. Ich kaufe die blauen Schuhe. سوف أشتري أو أنا أشتري الحذاء الزرقاء. نعم. joggt mit neuen Schuhen. Jogging. يركض. هو يركض أو يلبس يعني بحذاء جديدة. ليكو شوين هون بدنا نضيف عند الداتيف، ها لا تنسوا بالجمع. نعم، ich habe mit den neuen Schuhen Probleme، عندي مشاكل مع الحذاء الجديدة، كمان داتيف ولكن في أداة التعريف، وهنا كمان ضفنا عند الداتيف بالبلورال بالجمع. ها وبعدين die Farbe meiner alten Schuhe ist schwarz، يعني لون حذائي القديمة أسود. هلا ممكن تقولوا أها هون صار في عين، عينة. شو يصير إذا ما حطينا شيء؟ أوكي؟ شو يصير إذا ما حطينا شيء؟ بدنا نشوفه هون تحت. أوكي؟ لأنه ماينا بغير الآخر حرف شوي. أوكي؟ حطيته كمان منشان هيك، منشان تشوفوه. Die Farbe meiner alten Schuhe ist schwarz. Die Farbe der neuen Schuhe ist weiß. يعني لون الحذاء الجديدة أبيض. نعم، اللون أبيض. بعدين ما بنستعمل أداة التعريف أبدا هنا، وكله بالجمع. نت زيغة، هذا آسف، هذا نوميناتيف، نوميناتيف مرفوع، يعني سوريون لطيفون يبحثوا عن، بس بالألماني أكوزاتيف، أصدقاء، في أصدقاء ما بعرف بس منصوب، يعني أصدقاء ألمان اللي يكون عندهم يعني هاوستيرة حيوانات بالبيت مثل كلب أو قطة إلى آخره. أي نعم، مت فيلن هاوستيرن. وهنا كمان بالداتيف بالجمع Das Haustier, جمع die Haustiere. ولكن للداتيف بالجمع بدنا نضيف ان، لا تنسوا. نعم، يعني عادة نضيف ان. في كلمات إذا مثلا الأوتو جمع أوتوس، ما فينا نضيف ان أوتوسن، بس عادة نضيف ان. نعم، وهنا ich mag den Geschmack frischer Erdbeeren. Erdbeeren فريز بجمع، يعني أنا بحب طعم فريز طازة. نعم، وهلا بدي أشرح مرة ثانية مثل ما شرحت بأول فيديو لهذه السلسلة. إذا أحفظتوا، يعني لازم تحفظوا، تحفظوا حفظ كل هذه الجمل بشكل كامل، يعني مع آخر أحرف هنا 100%. إذا أحفظتوا كل جمل هنا للجمع، إذا حطيتهم براسكم هيك وبتعرفوا هذه جمل على ظهر قلب. بعدين إذا دورتوا على حالة مثلا على أي كلمة بجمع بحالة الداتيف دغري رح تعرفوا، لأنه أنتم بتعرفوا هذه جمل والقالب موجود براسكم، ها في بالكم. أي نعم. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. شكرا جزيلا. Tschüss.